وفي خبر آخر، يعتزم كل من الاتحاد الكندي للحريات المدنية وتجمع الصحفيين الكنديين من أجل حرية التعبير تقديم طعن قضائي في القانون C-51 لمكافحة الإرهاب أمام محكمة أونتاريو العليا على اعتباره أنه غير دستوري حسب رأي المجموعتين. وقالت سوكانيا بيلاري وهي المديرة العامة لاتحاد الحريات المدنية الكندي: القانون يعطي صلاحيات إضافية خطيرة دون مساءلة كافية. ويرى تجمع الصحفيين الكنديين من أجل حرية التعبير أن القانون سوف يؤدي إلى الرقابة الشاملة أو Surveillance State، ويطال الطعن عددا من بنود قانون C-51 من بينها الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها لأجهزة الاستخبارات والصلاحيات المتعلقة بلوائح المسافرين الممنوعين من السفر وتسهيل حصول الشرطة الفيدرالية على أمر قضائي لتقييد تحركات الأشخاص المشتبه بهم.